عليكم، لاباس عليكم، كل شيء بخير. نتمنى على الله انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد في درس جديد. الوغ اليوم غادي نشارك معكم واحد العمل او واحد المشروع اللي انا خدامه فيه، غير عمل صغير. غادي نشارك معكم علاش، لانه فيه شي حويجات بغيت نوريهم لكم جداد. وكما كتعرفوا كل مشروع او كل عمل كنكون انا خدامه فيه وكنشاركه معكم الا وكيكون فيه شي حويجات اللي كيفيدوكم، شي حويجات زايدين، شي حويجات اللي خصني اللي خصكم تعرفوهم، اللي خصني نقولهم لكم. هذا هو الغرض ديال انني نشارك معكم انا الاعمال ديالي، ماشي غير باش تشوفوهم غير هما ولا، ولكن باش كذلك تستافدوا معايا. صافي، دونك العمل اللي غادي نخدم فيه اليوم هو هذا. انت كما كتشوفي فوالا، هذه بوبينه ديال الخيط مع الابره ديالها. فوالا، الوغ هذه غادي نديرها في واحد العمل اللي غادي نوريه لكم من بعد ان شاء الله، ياك. الوغ هذا انت كما كتشوفي فوالا، فيه عندي هنايا 6 7 ديال الالوان، 2 4 6 7 ياك، وعطيني نيت فوالا، عطيني نيت النماري ديالهم ديال الدي ام سي فوالا. وهذا الوغ الدي ام سي ديالهم هما هادو، رانا خديتهم ها هما، خديت نفس الارقام اللي عطيني هنايا هما اللي انا راني خدامه بهم ياك. الوغ هنا غادي نخدم في التوب ديال ايضا، التوب اللي خدمت فيه هنايا خدمت في التوب ديال 7 فوالا، ايضا 7 7.1 كتكون هاي، شتي فوالا بالسبعة فوالا، هاهي دابا كتبان لك. الوغ هنايا العيون عندي رقاق كيما كتشوفي، مربعات صغيورين ياك، وقلت انا غادي يعذبني، ما غاديش غادي يجيني صعيب في الخدمة ديالو، ولكن قلت لا نتحدى راسي ونخدم في هذا اللي واخا عنده العوينات صغيورين، الكروات صغيورين، كيعطي واحد لو غوندو كيعطيه زوين، كيعطي واحد الخدمه اللي هي زوينه. انت كما كتشوفي الخدمه كتجي متكوكه، كتجي رقيقه، كتجي فين فوالا، مع هذه غير منتوج غير صغير، ماشي شي حاجه اللي كبيره، دونك واخا ما غاديش يعذبني كاع بزاف دونك، ولكن قلت نتحدى راسي ونخدم، نبدا نخدم في هذا التوب. ما كنتش كنخدم سورتو في 5.5، كتجيني سهله، العوينات كيكونوا الكروات كيكونوا شويه كبار، هادي كتعذبني، كان ملي كنبغي نخدم فيها كننقز، كندير 4 ديال الكروات. هاد المره قلت لا نخدمها كيف هي هكذا صافي. دونك فوالا، الوغ هادي هي الخدمه. الوغ باش نبداها انايا هنايا، ما بديتش من الوسط، من بديت من القنت فوالا. الوغ ديك الوقيته ملي انايا خدمت ديجا هاد الشيء، عاد وليت حسب جاني قريب باش غادي نحسب النص، والنص ديالي انا جاني هنا ياك، وعبرت من هنا حتى لهنا شحال عندي، وخديت كذلك من هنا حتى لهنايا، وعاوتاني كذلك من هنا حتى لهنا عندي شحال عندي ديال التوب هنا، وخديت كذلك من هنايا حتى للفوق، وعاد قطعت التوب ديالي صافي، وحصلت انا غير على هاد الطرف هذا. انت الطرف راه ما عنديش كبير، الطرف غير صغير، هو اللي غادي هاد الرشمه هذه غادي تجيني كلها في هاد الطريف ديال التوب صافي. دونك فوالا، ومن بعد اشنو اللي درت، جيت ودرت له زيكزاك، درت له زيكزاك غير في الماكينه هانتيا، خديت له زيكزاك من هنا ومن هنا، غير باش ما يتسلش ليا صافي. الوغ هذا من جهه، من جهه ديال التوب فوالا، هذا الشيء اللي كاين. الوغ من جهه اخرى، وهو انني اليوم غادي نخدم بواحد المرمه اللي هي بشكل اخر، شفتي الوغ مالفه عندي المرمات لي هكا ديال الخشب فوالا، هادي عندي صغير، هادوك المنتوج ديالي هذا راني عاد خدامه فيه، ما بقى لي شيء باش غادي نكملو ان شاء الله. وكاين عاوتاني هاد المرمه اللي كنت وريتها لكم اللي هي مستطيله حتى هي هانتي، هذا حتى هو راني فين واصله فيه، حتى هو راني غاديه هانتي، راه كملت هنايا، كملت هنا فوالا، بقى لي غير هاد هنايا ونسالي ياك. دونك هادوك، ودابا انا خديت هذا، عجبني هذا عاوتاني وخديته ملي مشيت ناخذ الخيوط، خديته عجبني هذا، شتي هاد المرمه هادي ولا هاد الميتي هذا، بهاد المنظر هذا هانتي كيديروا له بحال هكذا فوالا ياك، وهو اللي كيدخل هذا كاين. الوغ كاينين اللي ما عندهمش هاد الكحل هذا، هادوك تيكونوا مرخوفين، لا
الا بغيتي تاخدي بحال هذا الشيء خدي هذا اللي عنده هنايا، هذا الكحل هذا هنا كيخلي شتي هانتي كيكون هذا قاصح وكيعطيك يطاوعك باش يشد لك الثوب مزيان، والثوب خصو يشد مزيان لداخل فوالا بحال هكذا وكيتشد لينا. هذه مرمش كي الاخر عجبتني وخديتها، وخديتها غير صغيره غير على حساب هذا المنتوج هذا اللي عندي اللي هو صغير فيها لو. هذه خديتها ب 40 درهم، 4 ديال الاورو 4 يورو، دونك ما ماشي غاليه وزوينه وشكيلها زوين صافي. الوغ هذه هنايا الا بغيت انايا غادي نديرها، غادي نحط المرمه ديالي، نحط الطريف ديال الثوب اللي عندي هنايا ياك، وغادي نجي هاد هنا فوالا هانتيا، وكنزير مزيان هانتيا، انا حطيتها كاع على الارض كنزير مزيان، وكنقبط هاد الثوب ديالي نقادو مزيان ياك، وعاد ديك الوقيته كنطلق صافي دغيا كتركب فوالا. ما نحتاج لا نزير لا والو لانني زيرتها من حطيت انايا قديت الثوب ديالي صافي. وملي كتقاديه كتجيك الرشمه كتبقى لك مقاده، ما خصهاش تجي عوجه، حيت ملي كديري وكتبقاي تجبدي وهذا راه كتعوج لينا الرشمه. دونك هنايا جاتني مقاده فوالا. دونك هادشي اللي كنت بغيت نوريك، بغيت نوريك هاد المرمه اللي هي جديده، وهضرت لك كذلك على هاد القضيه ديال انني ما بديتش من الوسط، بديت من الجنب بانني نقدر نبدا من القنيت صافي. دونك فوالا الوغ غادي نخدم معكم شويه ياك، غادي نخدم معكم شويه ومن بعد على حساب نشوف كيفاش غادي نمشي الفيديو، واش نتبع معكم نمشي معكم شويه بشويه، ولا غير نخدم معكم شويه حتى من بعد نوريكم المنتوج على حساب. دونك انا هنايا هانتي كما كتشوفي بعد ما خدمت هذا الطرف هذا خديت انا غير واحد المربع هذا وجيت وهبط حتى لتحت ياك، ومن بعد عاد كما عاودت لكم بانني خدمت هاد الكونتور هذا حتى لهنايا، ومن بعد درت هاد لو كونتور اللي عندي هنايا، وعاد عمرت درت هذا هو الاول، ومن بعد درت هاد لو جون هو الثاني فوالا. الوغ دابا انا غادي نجي وغادي نكمل هاد لا بارتي هادي هاد الطرف هذا اللي عندي هنايا. دونك جيت بديت من هنايا فوالا، هذا لون اخر، هذا لون احمر مغلوق وهذا لون احمر مفتوح شتي، وبديت من هنايا وراني غادي. وانا نبغي دائما نخدم من الفوق لتحت تتجيني الخدمه سهله، حسن ما نخدم من هنايا وانا نطلع للفوق صافي. دونك غادي نجي هنايا وغادي نخدم هذا الشيء دابا شويه، غادي نخدم غير شويه معاكم. دونك فوالا انا كملت هاد البوبينه ياك، هاد الاحمر كله راني كملته، وخدمت شويه ديال الخيط الاحمر ها هو خدمت فيه. الو بقى لي هاد الفوق ديال البوبينه يخصني نعمرها ياك، هاد الفوق يعني هذا اللي عندي هنايا هي اللي خصني نعمرها، غادي نحاول باش نعمرها معكم. دونك هانتوما هنا فين وصلت، هانتوما دونك درت لابوبين ديالي كلها، هاد الخيط عاد باقي لي نكمل هاد الخيط ونكمل هاد ليبره هادي ياك. دونك انا غادي نخدم معاكم شي شويه على هاد النغمات الزوينه. Thank you.
فوالا دونك راني كملت حتى لهنايا، دابا باقي لي نزيد نكمل هادشي كله نعمرو ونكون ساليت هاد لابوبين هادي. قال لي غير الخيط، نكمل الخيط ونكمل هاد الإبرة هادي ونكون ساليت المنتوش. صافي انا ساليت الطرزه ديالي، ها نتوما كيفاش جات، طلعت زوينه، انا عجبتني. بعدا هانتيا الغرزه جات متكوكه وجات رقيقه وجات زوينه واضحه. فوالا انا بقى لي غير نحيدها من المرمه. فوالا ها هي وصافي. فوالا دابا غادي ندوز لها حديده من هاد الجنيب هذا هكذا صافي، وغادي نحيد لها هاد السيرفيلاج اللي انا دايره ليها، نحيدو وديك لوقيته غادي نشوف فين غادي نطبقها. ها نتوما شتي طلعت زوينه، عجبتني انا بعدا. نتمنى على الله انها حتى نتوما تكون عجباتكم. فوالا الو غادي نطبقها فواحد المنتوج اللي غادي ان شاء الله نشاركو معكم ان شاء الله بحول الله. صافي الوغ نتمنى على الله ان هذا المنتوج ديالي عجبكم، انني عطيتكم واحد الافاده. ان شاء الله نتلاقاو في شي منتوج اخر ولا في شي عمل اخر نشاركو معكم ويكون فيه كذلك بعض المعلومات جديده. صافي الوغ ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. السلام عليكم.